السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على برنامج من ضمن برامج اوتوديسك، برنامج اسمه دي دبليو جي ترو كونفرت. البرنامج ده بيفيد ان بعض الاوقات بيجيلي اصدار اعلى من الاصدار اللي انا شغال عليه. يعني انا شغال مثلا اعتقد 2006 ولاقي اصدار جالي ب 2007 مش راضي يفتح عندي، او ب 2009 او 2010 او 2011. ممكن اكون شغال ب 2004 وده الاصدار موجود معايا. فالبرنامج ده بيحل المشكلة ديت ان انا بديله عدد كبير من الملفات، وفي ثواني اللي يحولها لي الامتداد اللي انا عايزه. يعني انا هاخد مثلا شويه ملفات كده اوبن، زي ما حضرتك شايف ده كلهم 2007، فانا اقول له لا سيفهم لي 2000 او 2004 واقول له كونفرت. في ثواني كلهم اتحول لاصدار انا عايزه. طب عايزهم 2000 مفيش مشكله، يتحولوا وتلاقيهم بيتفتحوا على البرنامج اللي انت شغال عليه.